يا في الدلتا شمال بنهز جبال وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم افدي بعمري وبرضه قليل. كابتن شريف، مع الفرحه الحلوه دي تلاقي اصوات اهلاويه بتطلع تقول لك ال 12 يا اهلي. طب يا جماعه ادونا فرصه. انا بصراحه عايز اقوم العب. انا بعد اللي بسمعه ده والله يا كابتن اسامه انا عايز اقوم العب والله يا اسامه. بص هو ده اللي مزروع جوانا كلعيبه وكجماهير خلاص. الجمهور عنده، انا بقيت مقابل الناس دلوقتي بتقول ال 12 يا اهلي. بص خلاص الجمهور الاهلي مزروع جواه ايه؟ خلاص ده وراثه. احنا كده قفلت البطوله دي، هات اللي بعدها ومش هتشبع ومش هتخلص. احنا النادي الاهلي كده وجمهورنا اتربى على كده، عشان كده اللعيبه بتبقى مضغوطه بتاعتنا حقيقة. لازم تبقى فاهم ان انت بتلعب في نادي كبير. وسامع في النهايه بس يعني قبل ما يعني نروح لحته تانية، انا لازم نشكر مجلس اداره كابتن محمود خطيب. كابتن محمود خطيب بيرسخ مبدا ومبادئ اتربى عليها وخدها من الجيل اللي قبله وبيسلمها. بص القيم والمبادئ اللي بيزرعها جيل ورا جيل بيسلم بعض. ده اللي احنا شفناه، ده الحقيقي، ده الهدف الحقيقي والاسمى. يعني ايه رئيس نادي يجيب رئيس شرفي اصغر واحد موجود عضو مجلس اداره يخش رئيس شرفي؟ بص وكل بطوله كانت بتتلعب اذا كانت فرديه او جماعيه بيودي رئيس شرفي مختلف. بص اللي مجلس اداره هو اللي عضو مجلس اداره هو اللي بيروح هو اللي بيبعت ده وده. كابتن محمود الخطيب بيرسخ ان هو ما بيبصش لنفسه ولذاته ابدا، ما بيدورش على المجد الشخصي لنفسه ابدا. والله العظيم يا اسامه يمكن انا كان ليا موقف طبعا معاه قريب بس انا مش هتكلم عنه الحمد لله. يعني انا هقول للراجل ده بامانه، كابتن محمود الخطيب بيجبر خاطر ناس كتير بامانه. الراجل ده حب الناس ده مش جاي من فراغ والله صدقني، حب الناس ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فان شاء الله يعني ده المبدا وده رئيسنا والحمد لله. طبعا رئيس الكابتن محمود خطيب يعني فان شاء الله مزيد ومزيد من البطولات طبعا وكل النجاح والتوفيق. ومبروك لمجلس الاداره بالكامل، مبروك للجهاز الفني بالكامل واللاعبين على المجهود الرهيب المبذول الفتره الاخيره. كل التوفيق للنادي الاهلي اللي جاي ان شاء الله، وهبقى معاك هنا في ال 12 ان شاء الله.